السلام عليكم. أوقات كتير لما بنصحى إحنا أولادنا بيكون الجفن بتاعنا منتفخ ومتورم، وبعد فترة بينزل والانتفاخ ده بيروح والورم ده بيروح تمام، ويبقى السؤال إيه هو السبب والموضوع ده مرضي ولا لأ؟ الحقيقة إن أغلب الأسباب بتاع انتفاخ الجفن صباحا بيكون بسبب غير مرضي، وهو إن عضلة القلب مجهودها أو عدد دقات القلب بيقل وإحنا نايمين بصورة طبيعية، فبيحصل فلويد ريتنشن أو تراكم للسوائل. والموضوع ده أول ما بصحى من النوم والقلب يبدأ يشتغل والدم بيرجع تاني والسيركوليشن الدورة الدموية تشتغل بكفاءة، الموضوع ده بيروح تماما. الموضوع ده ممكن يكون بيزيد في الناس اللي بتتناول ملح كتير في الأكل بتاعها، أو اللي بيناموا راسهم لتحت فبيسمح بسوائل كتير إن هي تتراكم في تحت الجفن. وحل الموضوع ده بسيط جدا، إن احنا ننام نرفع الراس بتاعتنا، نقلل كمية الملح. لو الموضوع كتير أو معاه أعراض التهاب في العين لازم إن احنا نكشف عند الدكتور، ساعتها ممكن يكون عندي التهابات، ممكن يكون عندي حاجة معينة حساسية، نوع معين من أنواع الالتهابات يعمل لي الموضوع ده. اطمنوا الموضوع بسيط. مع السلامة.